السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو اللي غادي نبداو فيه سلسلة من القواعد الأساسية للغة الإنجليزية الخاصة بالمبتدئين. غادي نحاول نتعلم اللغة الإنجليزية والقواعد ديالها، إذا تابعونا إلى الأخير. لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس، ودعمونا باللايك. إذن القاعدة الأساسية الأولى، la règle fondamentale، هي أنه في la troisième personne du singulier في الـ present، يعني الـ present، la troisième personne مثلا he and she، في la troisième personne كنديرو s، كنزيدو le verbe، كنزيدو ليه s à la fin، que l'on prononce toujours، يعني خصنا دائما نطقوها، يعني لما نطقناهاش كنكونو درنا خطأ فادح. إذا مثلا في لو فيرب تو بلاي، لا درنا لا كونجيغيزون في لو بريزونت، يعني في البريزون، في لا تخوازيام بيرسون دي سينغوليي هي اند شي، كنقولو بلايز، برونونسي هاد اس، برونونسي ز، كنقولو هي ولا شي بلايز. ولا لو فيرب تو ستوب، نقولو هي ولا شي ستوبس، هاد اس في الاخر كنقدروا ننطقوها س، يعني على حساب واش سهله ولا صعيبه كنطقوها اما س ولا ز. هي شي بلايز، ولا هنايا هي ستوبس. اذا هذه هي القاعده الاساسيه اللي خصنا نتبعوها في لي فيرب في البريزون في لا تروازيام بيرسون دي سينغولييه، كنزيدو دائما اس وكنبرونونسيها اما ز ولا س. ودائما عند تصريف الافعال في الحاضر او نجوت او اس، نزيد واحد او اس، برونونسي از، كنطقوها از، كون سي نيسيسير بور فير اونتوندر ديستينكتومون لو راديكال اي لا تيرمينيزون، يعني باش نطقو كنميزو بين لو راديكال ولا تيرمينيزون. مثلا تو كروس، نقولو هي كروسز، يعني كنطقو لو راديكال كروس عاد كنزيدو ز، هي كروسز. تو ريلاكس، هي ريلاكسز. تو واش، هي واشز. تو ريتش، هي ريتشز. يعني هنايا يلفو فيغ اونتوندر، خصنا نميزو بين لو راديكال وبين لا تيرمينيزون اللي كنطقوها از. He crosses, he relaxes, he washes, he reaches. On prononce également is, la terminaison des verbes dont le radical se termine par le son j. يعني في الأخير خصنا نطقو هاد ES، خصنا نطقوها is، ملي كيكون عندنا شي فيرب كيسالي بهاد لو son j. مثلا to change، to change في الـ simple present خصنا نطقوها is، كنقولو he changes. to judge، he judges، خصنا نطقوها is. هادي تا هي قاعدة خصنا نتبعوها دائما. قاعدة أخرى هو أن لي فيرب تيرميني باغ إيكغيك، يعني لي فيرب كيسالو بإيكغيك، en leur troisième personne du singulier OIES، يعني la troisième personne du singulier simple present sans zido IES quand le Y est précédé d'une consonne، يعني Y sont قبل منها حرف consonne، بحال to carry قبل منها R، سنديرو في le simple present he carries ولا she carries. to fly، he ولا she flies. كنساليو ب إيغ إيغ إس كون لو إيغ إي بريسيدي دون فويال، يعني لو فيرب كيسالي ب إيغ إس ملي كيكون لو فيرب قبل منه واحد الحركة، بحال هنايا أ تو بلاي، إيغ قبل منه حركة أ تو بلاي، هي بلايز. تو باي، هي بايز. تو ديستروي، هي ديسترويز. هادي تا هي قاعدة خصنا نتبعوها دائما في اللغة الإنجليزية.
قاعدة أخرى يجب كذلك أن نتبعها هو أن les auxiliaires de modalité ne prennent jamais le S à la fin في simple present. مثلا هاد لي فيرب لي زوكسيليير دو موداليتي بحال كان كان مي ماست شال ويل هادو سي سكون ابل لي زوكسيليير دو موداليتي الا صرفناهم في الـ بريزنت سيمبل بريزنت ما كنزيدوش لهم اس دائما ما نزيدوش لهم اس بحال كنقولوش هي كان كنقولو هي كان هي ماست هي مي هي شال هي ويل دائما ما كنزيدوش هاد اس دائما خصنا نخليهم بلا اس على فان هذه هي قاعده اساسيه يجب اتباعها في اللغه الانجليزيه لكن هناك حالات اخرى اللي عندنا فيهم دي فيرب ايريغولي حتى التروزيام بيرسون ديالهم كتكون ايريغولير يعني ما كنزيدوش اس اوتوماتيكمون خصنا نكونجيغو لو فيرب سنصرفوا الفيرب في البريزنت سيمبل بريزنت عاد كنشوفوا بحال مثلا تو هاف كنقولوا هي ولا شي هاز تو بي كنقولوا هي ولا شي از تو دو كنقولوا هي ولا شي داز تو جو كنقولوا هي ولا شي جوز هنا لو فيرب تو سي كنزيدوا لا اس هي كنقولوا هي ولا شي سيز داكوغ هنايا عندنا دي فيرب ايريغولي يعني خصنا اون دوا لي كونجوغي باش نعرفو شنو خصنا نديرو ليهم اذا مثلا هنايا كنديرو هنايا هي هاز هي از هي داز هي جوز هي سيز